ورجعنا لكم مرة تانية مع فقرة جديدة من فقراتنا في صناع السعادة. قالوا زمان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وعشان نعلم أولادنا صح لازم نختار لهم المكان الصح والمعلمة الصح. ومعانا دلوقتي موضوع مهم هنتكلم فيه عن المعلمات البديلة، معلمات رياض الأطفال. هتكلمنا في الموضوع ده أستاذة نسرين، معلمة رياض أطفال. أهلا بحضرتك أستاذة نسرين. أهلا بيك. أهلا أستاذة نسرين، نورتي صناع السعادة. أستاذة نسرين، أحب أسألك عن وتكلمينا عن طبيعة عملك كمعلمة رياض أطفال. طب أهلا بيكم. ده الأول. أهلا بيكم. إحنا طبيعة عملنا بتاخد شقين أو بتعتمد على نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية إن إحنا الأول لازم قبل ما نفكر إن إحنا نعمل تعليم أساسا، خلاص إحنا لازم الأول نعمل بناء ثقة ما بين الطفل وما بيننا، ده من جهة، وما بين الطفل والمكان من ناحية تانية. بالنسبة للطفل، تخيلوا كائن صغير جدا، العالم بتاعه كان محدود قوي قوي ما بين ماما وبابا، وبيت هو عارف كل ركن فيه. طلع بالنسبة له كده العالم بقى جدا كبير، كائن بياكل وبيشرب وبينام، انت بتحاوليه لكائن اجتماعي. دي حقيقة. راح لمكان كبير، بالنسبة له طبعا تيتشرز او المدرسات اللي موجودين في المكان بالنسبة له كله وجوه جديدة. كنت انا عند ماما وبابا بس لحالي، او معايا مثلا اخ او اخت. لا، دلوقتي انا موجود واحد في كلاس من 7 تقريبا، بيبقى حوالي 7 اطفال او مثلا لو اكتر، مثلا حاجة بسيطة في كلاسز تانية فيها برضو ولاد تانيين. أيوة. فانا دلوقتي لازم طبعا لازم يخاف طبعا. انا بقى اللي لازم ابني الثقة دي. تمام. الاول، وهي الثقة دي، الثقة في المكان، الثقة في اللي موجودين فيه، هو ده اللي هيخليه يستقبل بعد كده بقى مني، ويقدر بالظبط ويقدر يستمتع وهو بيستقبل، وده هيخليه يكتسب سلوكيات إيجابية وسلوكيات حلوة. كطفل لسه بيبتدئ، فطبعا انتوا لكم دور، انت البوابة، عايزين نعرف الدور ده. هو انت البوابة للعالم بره، بالزبط. انت اللي بترسمي له الخطة بالظبط، ويبقى مستمتع ويحب المجتمع بتاعه ويحب البلد بتاعته ويحب الافراد اللي حواليه باختلافهم. دي القيم بقى اللي انت بتغرسيها في الطفل في المرحله دي، مرحله مهمه جدا وصعب التعامل فيها. دي حقيقه. لازم كمان بعد ما ابني الثقه دي ابدا بقى ساعتها واعرفه على المكان، ابدا بقى ساعتها اخليه ازاي يستمتع بكل شيء في المكان. واعتمد نقطتين هي دي اساس رياض الاطفال. انا بتعلم بس انا جاية اتعلم على اساسين. اولا ان انا جاي بتعلم من خلال اللعب، تحفيز، نقطة تحفيز. لازم بلعب، والطفل دايما لما بيكتشف او بيتعلم حاجة من خلال اللعب بتفضل طبعا. بس واني انا اطلع ملكة الاكتشاف، ابدا اشوف بقى الطفل اللي معايا والحركه والباور. لا دي لسه بقى، دي يصحن الذهن والتفكير عند الطفل. طبعا. بس فهو ده يعني الطفل في المرحله دي بيبقى فعلا بيعشق الاستكشاف. ايوه ده حقيقي. عايزه اعرف من حضرتك استراتيجيه التعامل في مرحله الطفوله ازاي؟ مهمتكم صعبه قوي وجميله في نفس الوقت. هي ممتعه جدا على قد ما هي مرهقه. أوكي صعبه. هي صعبه. بس الشيء فيها بيبقى ممتع، والنتيجه انت بتشوفيها في عينين الطفل. قبل اي حاجه بيحب التيتشر بتاعته او لا؟ طبعا. دي حقيقه. دي حقيقه. الاستراتيجيه بتاعتنا الاساس ان احنا بعد خلاص بنينا الثقه، عرف المكان، عرف كمان كل اللي موجودين في المكان عشان يحس ان هو بالأمان. اوكي امن. هنبدا بقى المرحله التعليميه. التعليم احنا لازم نعتمد يعني زي ما بيقولوا الاستمتاع. حتى وانا بديله الاكاديميك انا لازم اخليه يستمتع وهو بياخده. نعتمد اللعب
يعني بدرجة أولى، ومش عارفة بقى إذا يعني وصل ليكم حتة إن ألعب يعني أستعمل الألوان، أستعمل بقى الملكات بتاعتي. أنت بتعلميه من خلالها، هو يعرف الألوان. اي دي حقيقه. انت علمتيه حاجه ولعب في نفس الوقت، استمتع في نفس الوقت. بالظبط كده. نبدا بقى نشتغل كمان على الفك والتركيب. نبدا الموسيقى، الانشطه والوسائل التعليميه. بيتعلم ايه الطفل من خلال الفك والتركيب؟ الفك والتركيب بتخلي الطفل حتى مبدع. استعماله للشيء حتى لو بيركب وما طلعليش النتيجه اللي انا عايزاها او كمان الشكل اللي هو بيفكر. بس اوكي بيفكر. هو بيتشجع. وانا ما عنديش مشكله يرسم ويطلع حتى بره، او يلون ويطلع بره الرسمه، دي مش مهم. المهم ان هو حاس ان هو انجز، وان اصحابه حواليه سقفوا له. وبعد كده هو يعني حاجه في حاجه، يعني هو مش مطلوب منه النتيجه دي. انا مش مهم النتيجه. صح. نقدر نقول ان احنا بننشط الذهن عنده والادراك والتركيز والانتباه، بنعلي منهم، بنخليه ان هو دماغه نشطه على طول، شغاله على طول، حتى لو فك وتركيب. ده حقيقه. صح. تمام. من خلال خبرتك في المرحله دي وفي التعامل مع الاطفال، ايه المشاكل اللي بتواجه الاطفال في المرحله دي وفي العمر ده؟ ايه اكتر المشاكل؟ طبعا احنا من خلال طبعا تعاملنا وطبعا لسنين طويلة مع المرحلة العمرية الصعبة دي، اكتر المشاكل او ابرزها يعني بتبدأ عندنا تبان، هي نقص الانتباه، وقلة التركيز، كمان التشتت. طبعا ما هو ده. أيوة. علامات التشتت. كمان بينضاف ليها فرط الحركة. اوقات كمان بيبقى في العنف. ده مشكلة يعني جامدة جدا. بتتعاملي مع المشكلة دي ازاي؟ لو طفل عنيف في الكلاس عندك بتتعاملي معاه ازاي؟ بيبقى بالتوبيخ ولا بتحكي قصة؟ لا ولا لا لا لا, إيه؟ لا. احنا بالنسبة لنا بنتعامل بحاجة اسمها تعديل السلوك. تعديل السلوك ابدا ما بيمشيش مع الطفل، وبالاخص في المرحله دي، بانه يتعنف. انا قلت لحضرتك المتبع في بعض لا 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 لا، هو طبعا بالنسبه لنا، وانا متاكده ان هو متبع يعني اكيد، لان بالنسبة يعني كبيرة. بنسبه كبيره قوي. الكل دلوقتي بقى عارف وبيقرا طريقة حتى قراءة عالم الطفل بقت مختلفة كتير عن السنين اللي فاتت. ما عادش التعنيف. انت مثلا بتقدري بقى تستوعبي الطفل حتى اللي هو مثلا زي مثلا اللي عنده فرط الحركة. اوكي انا عندي انشطة، انا ادخله زيادة في انشطة زيادة. وابدا اتكلم مع البابا، يعني بابا ومامته، يعني التواصل أبدأ مع الاب والام مهم جدا. يا ريت تدخله مثلا اذا كان هيلعب مثلا في نادي او كده، طبعا المكان او المؤسسه. بالنسبه للمؤسسه اللي انا فيها، احنا في عندنا انشطه زي حمام سباحه. فالاطفال اللي ليهم في السباحه، اللي عايز يتدرب حتى لو ما عندوش الملكه دي، لا احنا عايزين نفتح الهوايه دي. في كمان كلاسز بقى طبعا، سواء في المواهب اللي عند كل طفل. بالظبط. ده مهم. هو الكل بيتعامل، الكل بيعدي على كل الانشطه دي، بس ممكن نرفع زياده لاطفال متميزين في المكان ده او محتاجينه زياده. حتى عشان ابني حتى كمان الطفل بدنيا، ومن خلال بدنيا على فكره هو بيتبني عقليا. مهم جدا. طيب استاذه نسرين، ازمه كورونا، هنتكلم بقى عن الازمه اللي كلنا مرينا بيها. قولي لي اتعاملت ازاي في المدارس، وتعاملتوا ازاي كمعلمات رياضه اطفال من خلال السوشيال ميديا ومن خلال التعلم عن بعد؟ الموضوع ده كان صعب جدا مع اطفال رياض اطفال، اكيد ليكي تجربه، واحكي لنا ايه المميزات وايه العيوب والحاجات اللي واجهتك والمشاكل اللي قابلتك في التعلم عن بعد. هو طبعا بمجرد طبعا ما تم الاعلان باغلاق المدارس وكافه المؤسسات التعليميه، كان صعب علينا اكتر ما صعب على اي حد يعني. احنا بالنسبه لنا بنعتمد ده حقيقه، والولاد دول ولادي. ولادي مش هشوفهم دلوقتي، مش قريبين. فكانت طبعا يعني يوم فعلا بجد مؤلم يعني. المعلمات المحترمات اللي زي كده، الام بتبقى مطمنه على الطفل معاهم يعني. هقول لك ايه، والله هو حقيقي احنا بنسميهم ولادنا.
صح طبعا، الام البديله، ما انت الام البديله بالزبط. اسمك كده ماما في البيت الميس في الكلاس. ايوه صح، هي بيسمع كلام الميس ومش هيسمع كلامك، وبسمع كلمه ماما، ماما عفويه، وبتبقى قد ايه جميله وطالعه من الطفل صدقه، لانه هو ما بيقولش الكلمه دي مميزه. ربنا يجازيكم خير يا رب. نرجع لسؤالنا، السؤال ايه المميزات والعيوب اللي قابلتك في التعلم عن بعد والسوشيال ميديا اثناء الكورونا؟ هو كان حل، بس هو يعني زي ما بيقولوا حل بديل. مش طبيعي ان انا اتعامل مع الطفل من ورا شاشه. فطبعا وبالاخص بالنسبه لسن صغير كده، فكره ان هو يقعد ويتلقى المعلومه اللي المفروض ان هو بيتعلمها، هو يقعد اساسا بالظبط. هو طبعا كمان الامهات بذلوا مجهود ممتاز ورائع في الفتره دي، هي استثمروا الفتره دي صح. كتير جدا اكتشفت حاجات في ولادها. يعني طبعا بالنسبه للام العامله ربنا يكون في عونها طبعا، طبعا كلنا بنقدر ده اكيد. كل الامهات بتتعب فعلا، دي حقيقه. فطبعا ايه، هي بقى شافت قد ايه هو حركي، وهو وهو عايز يتكلم مع الميس، هو شايفها طبعا من خلال الشاشه. طبعا هو بيتواصل معايا في الكلاس، ممكن يقاطعني، ده مفيش مشكله خالص. عايز يقول تعليق حتى لو معلومه عن نفسه، لازم تسمعيه، لازم، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. جميله، وهو عايز يشوف نظره الفخر بيه. طب خلاص نوقف دلوقتي كلاس، ممكن نسقف دلوقتي علشان لا، ممكن اقول لك كمان مع موضوع التعلم عن بعد للطفل الصغير ده، حسي فيه ان هو ان السوشيال ميديا والفيس والنت مش بس للعب والحاجات اللي هي مش مفيده. انت كده صحيتي فيه ونمتي فيه يا مي، ان هو ان هو كده انت ممكن يتعلم من خلال ده. مش لازم يقعد عشان يلعب جيمز او لعبه او اي حاجه، يعني ممكن برضو من خلال النت او السوشيال ميديا يستفيد. هي التجربه كانت جميع يعني بجميع الاحوال كانت مفيده اكيد. هي ما بتغنيش بحال من الاحوال، هو ده الاستثناء. يعني احنا من خلال يعني التجربه دي احنا لقينا بديل، بس مش معنى كده ان احنا ممكن نتعامل معاه كدائم، لان الطفل علاقته بالمؤسسه التعليميه وبالمدرس مش مقتصر بس او مقتصر بس بالاصح على تلقي المعلومه. ده بناء فرد ومجتمع واطفال اللي حواليه، وحتى المدرسات باختلاف الطباع والمجتمعات كمان اللي حتى اللي جايين منها، كل ده بيعلمه ان هو يتعامل مع الاختلاف. يعني هو زيه زي الكبير، بيتعلم الاختلاف. هي كانت تجربه الحمد لله، كانت الطريقه الوحيده ان احنا نتواصل بيها مع اولادنا، وان احنا نفضل نقدم الخدمه بتاعتنا. انا كنت بشوف بعض المدرسات بيخلوهم يعملوا انشطه وينفذوها من خلال السوشيال ميديا، وكانت الام بتستجيب فعلا، وكانت بتبقى حاجه جميله. احنا بصراحه احنا كنا بنعمل حاجه، ان احنا بنجهز للطفل فايل. الفايل ده احنا بنجهزه، بنروح بنقص وبنجهز كل حاجة، وبنخلي معانا نموذج، ونبدأ نشتغل والطفل الحاجات اللي هو معاه دي يركبها ويقصقصها زي ما هو شايف قدامه على الشاشة. جميل 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 فعلا، هو مجهود شاقي جدا ومتعب عليكم فعلا يعني. لا لا بس مستمتعين، متعب بس مستمتعين. ايوه اكيد متعة اكيد. الشغل مع الاطفال اصلا متعة يعني. جزاك الله خير، وربنا يبارك فيكم كأمهات بديلة ومعلمات رياض أطفال. مصر تتشرف فيكم، وتتشرف بأي سيدة يعني عاملة بتحب شغلها، منهم من أجمل المهن فعلا. الصفات اللي لازم تبقى موجودة في معلمة رياض الأطفال ايه الصفات؟ أكتر حاجة أنا من وجهة نظري، لازم تكون بتحب المجال، بتحب التعامل مع الأطفال، يليها على طول خلاص انها تكون مؤمنة بالرسالة بتاعتها، وتكون انسانة مسؤولة. الطفل غير قادر على تمييز الخطر في السن ده، هو مش عارف نتيجة ممكن التصرف اللي يعمله خلاص، ممكن يؤذيه او يؤذي غيره قد ايه. فلازم تكون شخص مسؤول، لانها بتتحرك، مفيش حركه للطفل في رياض الاطفال خارج الكلاس بتاعه او في اي مكان
في المكان يعني او المؤسسه. جميل. مفيش حركه من غير المدرسه بتاعته والنانس بتوعه او اللي هي المربيات الصغننين اللي بيبقى المساعدات بتوعنا. جميل. فلازم يكون في احساس بالمسؤوليه ان انا بتابع الطفل عيني على كل حركه، ان انا احاول بقدر الامكان انه لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. جميل. جميل. من خلال طبعا حركته وكده. طبعا طولة البال لازم، اي شيء بيبقى بالنسبة للطفل يعني لازم بالنسبة للطفل هو عايز تقدير، ولازم يشوف في وشك وفي ملامحك وفي عينيك نظرة الانبهار بالشيء البسيط اللي بيعمله، ان ده حافز. الحافز بالظبط، هو ده الحافز بالنسبة له، ان انا اوكي انا عملت، انا لونت، انا عرفت اغني، انا عرفت المعزز. بس احيانا المعزز ده بيبقى له مقدار معين. يعني ما نزودش فيه قوي. ما نقعدش نعززه وندلله بطريقه اكتر من اللازم. هو مش لان ده بيجيب طاقه، بيجي يعني حاجه سلبيه بالعكس. فاحنا ما ندللوش قوي وما ندلوش معزز كتير وما ندلوش حافز اكتر من الحاجه اللي هو عملها. دي حقيقه، دي حقيقه. وحتى لو عامل حاجه مثلا غلط او يعني مش ظابط قوي او مفيش مشكله، انا اقدر اعمل له تعديل لكن ما اكسرهوش. تمام. يعني طيب موقف او مشكله تعرضت ليها مع طفل واثرت فيكي وتعاملتي معاها ازاي واستفدتي منها ايه؟ انا ممكن يكون اكتر حاجه يعني اكتر حاجه اثرت فيا وغيرت كمان، خلتني ما توقفش ان انا اكون بس مدرسه لرياضه الاطفال والسن ده، وان انا اتجه لدراسه التربيه الخاصه والتوحد. هو طفله كانت عندي انا ما بنساهاش وما زلت وحافضل دايما فاكراها. هي طفلة كانت طفل توحد. طبعا هي ما كانش طبعا يعني مامتها عارفة، واخدنا وقت. الام كانت وقتها فاكرة بانه الموضوع فرط حركة وانه تأخر في الكلام. انا ما اقدرش انكر ان البنت كانت ذكية جدا، ذكية جدا جدا، ولكن ده مش مرتبط، اي اضطراب من النوع ده ما بيكونش ابدا مرتبط بنسبة الذكاء. ممكن نسبة ذكاء عالية جدا، نسبة ذكاء عالية جدا. بس البنت طبعا طفل توحد، لفتت نظري قوي وبصراحة اتعلقت بيها. وبعدين ما كنتش عارفة انا ممكن قوي اقدم المساعده شكلها ايه. انا نفسي ان انا مش بس اتوقف عند دوري كمدرسه. جميل. انا عايزه اقدر اقدم مساعده. طبعا هي كده ولا كده. بشكرك عبير، اتبسطنا جدا. يا رب تكون اتبسطت. ميرسي جدا النهارده، نورتينا النهارده. اكيد هنشوفك تاني. بشكركم مشاهدينا الجمال على متابعتكم. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. انتظرونا في حلقات جديده من صناع السعاده عشان سعادتكم تهمنا.